مركا ugu horeysa waxa mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala oo caaw halkan isku keenay anagoo muslim ah oo Soomaali ah oo hal mabda' leh mabda'aas oo ah inaan soo dhaweyno shakhsi nagu qaali ah marka labaad waxa mahad leh dadka halkan isku yimid oo halkan soo buuxiyay caawa oo hawlahooda iyo shaqooyinkooda maalinlaha noo soo daayay ciisumaadeenana ajiibay waxaan leenahay waa mahadsan tihiin أيضاً أي بريطة مالين شقق مالين سكول فرنية هاي حدنا إلى ساعتنا نلا فديو ما هاد قوني بان دي سوتشة دينا يا مركح إكسا وحن ليها عا وحفلة دان وروح ضبضن إلا سوق بن قابيي وحن كسور دوينينا أو مرتين أو جوا ودن كان إنجليز كأو نصيبان ويا لنا ينا عا وكودا قيب قادنو حل دبان كقرن حل دبان كدا أذير حل ديبان كحل ديبان ديسة محمد أبو كر علي جعفر هذا أنا محمد سعود وين يا قد تجار قبل قابي حفلة ده عمر بدو بدن قد أبي هوا أو حفلة ده إنه في دهنا محمد أحمد بدبعم عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحاشنا في نوعة إن عندنا جلسة قريب قشان كلن كان قيمة له يعني قلت لك إن أنا كسر دوينو حلبان محمد أبو كر علي جعفر أو كم بده حلبان هذا قلها شعبك وعن أجن هاي حولها بحد له وكقبتي أنت وحولها كجري حلبان مرحلة بعد مرسد حد كسر دو مقالة لندن دت كان دن ما أنت تاجر وحوجو قال إن كسر دويان وحين سوق الدونان وربحين تعاد كسيسو وحي عادو غيسي دالك قديسة وحاك الله أم حسن ملاح ذا شرفت لها ماشي جوغا عين صوب وقتي هذا أم حسن تهين حفلة دان وحال لغسو شقينا أي مددير وقت بدنا لقليي مكال الريبي كرو قبلها ويلشا وضياشا وتاقنا قبسو ميدا حفلة دان وحال ليها يغنا هذا أم حسن تهين كسو قيب كينا وكما سنتين سود وادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أدير كنوعة وحفلة دنوفوري دونا محمود حيلة ورالي المركة هو الرئيس إلهي با مهدسن وعنو مهد علينا يا عنو غوكو هدلا يا ان غوغوشان دات كدقا يا عنو غافكو دكو هدلا يا aman qaabayaasha gogoshaan digay waa umahad celinaya waxaan kale u umahad celinaya marti sharafka aan aqbalay u yeeritaankii loo yeeray oo ka kooban odayaasha siyaasiinta dhalinyarada قبلها بعد فنانين تا ولا لي الوام هاد سنتين سيدا كسو أجيبتين باقي ليدين دري أو هاينا كسو غيب قشان مدشا حلوان أبوكر محمد جعفر انت اسكدب ما انتو تاريخ دو تهي سغالي اللباتن ومالين كسمتن مالين تي إلهي جعلادة أدون كان اللقودي هل يأيجي محمد غير أفرح واي وعن إلهي هو ديننا وعن جعلين إنسان وجعلان إلهي وجعلادة دبقي سنة داف انت أسكدب وحان قرينا إنه يا هاي جعفر هل يجي لبات وحان كترجمة يا بلشادة انتان لأك اي ما انت وسو هو الدون كودي وسو دايي وحال ليري دننك اوهو ليرهو داك فكانيس هاو شود و شود داي سو دوين تا حل ديبان
أبوكر محمد أبوكر جعفر حدنا وحنك سود وين يا عاقل حسن علمي كارشة إلى إيمان أم العلنا إن عوال كان سوق هيا كهني أنجا أو مسلمين آه ولا على إسجعلا ما هذا سلاحي باسكاله وحن لنا حلبانكا جعفر وحيلتها صدر مغدا سؤال كدن ددك مانتي هل كان كوغو يمين وضيال اد اجدد ان كراستي لقدبا وضياوليه هل كاس وحا كعد وان مرغاتي اوباهنين ميغانكا يمغا اد نوغو جوكتو وحاوي قف والبا وحو امدا اوديبتو ايو غو ايمانا هيا وعن كوغو سو دوينينا وحقبت كاغي انا وصدح قضبا كتابنا هيا وحنا نقول الله يا اضياش مقعودا قضبك وغور يا حمر وان لغا غون ودالا ديسو ننكي بلابي وي انو اسكي سو ديسو حول ولاك بو كب اللابي وردق لينا وكوحجي أسوى أن قدوم يكاهي كبعدنا والقوة وضديدي إسكا وحوق بصاد عدي والله وضا صعطان حمر وحقبتك يسيدا ودوين كاللوردي سي وحا كوحي غير الله سيو ومدعا وميشان كوكوسو دوي سي قبيل ماها قوس ماها داد صاحبا ماها مقع صوماليات بل وقوصو دوويي مركي للربي او ضعفك ان لغا سارو او وحصو قل اللوويي افسيون ماشي دورشادا انا وحمر بانچوغي ننكي وور ريو صو قلوها مركا صومالي وحاد اوديبتي وحيا عاد قبطي عاوي هورتا ريالان امالنا ادخول ادهي aan kugu soo dhaweeyayna aad iyo aad baad xildhibaan u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waan ku soo dhaweeyayna soo dhawow soo dhawow ducana waan kugu dareynaa hadii Ilaahay idmo waa maxaa la gaabiyaal yiri iyo warka hadda taariikhda waa la sii wadi lahaa aad iyo aad baa muhiim haddana hadalka waxaan ku xujineynaa oon rabnaa inaan yara caajiska dadka ka qaando dhanka fanaaniinta iyo muxuu ahay bogaadin banoo ah حفلدا قروحدا بدن اغاسيمن ان ان كوغو سو دوينو مودن خلديبان هوغاميه ابابوله اغاسيمه جيسي محمد ابوكر علي جعفر ميل وين اياد نوغا تالا ان anoo ku hadlaya magaca ummada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London odayaashooda waayeelkooda guurtidooda dhalinyaradooda iyo dumarkooda intaba anoo markala ku hadlaya magaca fanaaniinta Soomaaliyeed ee nooc walba leh hal abuur heesa musician ayartoy intaba leh iyo gabya waxaan kugu soo dhaweynaynaa kal qalbi furan gacmo furan iyo qalbi saafi ah ayaan kugu soo dhaweynaynaa abaalka aad gashay kaalintaada aad ka soo baxday wax la tirin karo ma aha inta magac oo aan kugu tilmaamay iyo in ka badanna waad mudan tahay waana istaahishaa bal halka ayaan ka sii wadaynaa waqtigu waa nagu gaaban yahay Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحن رجينا إن شاء الله وحلو يمد وخير إن القضايا للسنة ويو لكن هذه قف كستمالة وكاقي برامج كي سمرك للدوما يفعل حمك صباحا ولو كنت بدأ إذا ما أنا بالله بالله وحن كان الله يا هلا أمس هلا أمس هلا حرمي هلا حرمي يو حل بانك وقال كذلك الله يا قال هوريك الله انا كل قد بدا ربا وحر قالي هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن حلبان محمد ابو بكر علي جعفر هذا وعرجينا ان شاء الله عاو عائشة معن كوتا رقي دمر كواس احفديان وحبدنا مدح سو دوين هلكان يعني قيمة كل كفر إذا أدي كإله هذا هو بإذن الله الكريم قفك استروح وقلنا قمو يقابك أذيكته يا أمدي سوجع لاتا هاو قادا قويس أدي كاتشو جيدا كين وماشا فر أنا وحن قصود ويدونا بمكرافون كان عاو شرف إيتهاي بقرة دعوتك أو بطلق شي هيز وقونية حل ديبان كينا محمد أبوكر جعفر Yeah.
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكوور ريسا وحا اسكنا إلهي جامعة كمسوبة هيتاني ما عاد اسكنا وكا لبا عبلتا مبرحنا بغدا تحكي دوء البابلو ومك ديلي يا اسكنا مبرحنا لبا تدخل السوقيكم ما تقولي لي عاوح مرتين تزيد كرسول ويني جاوز عمل اسبورت يا معي سبورت روحوي قوي معها وورا له سبورت كنا آتي هذه وفعية وضع كنا سبورت كسا ويا الله عموريا ملحويني سبورت قابل ناشي خبية بسرد الله جانا مدحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شوفوا إن شاء الله لكن أرجع للشيء هذا هو شرح سمع عوض قرن الماضي ميزة كانوا الماضينا حتى يجي شيء جيد زيت إسطنبول يا مغصة الدولي نوم الماضي صاحبك محمد أبو بحر وحيا الله ما من الحياة أنيقا إسطنبول يا صادر معلم وعدتك مامك دايمين الدنيا كتو الشيء أثار مطاتيك واكس لك أنا حلوان كي أروا أختان أنا حلوان أخو بدوبيها بدوبياشا مقارنين بسودون إنتا موطن بس يقولون تدك كريم لن تقول شيء عليك أنا بسودوينا أفضل بي واحد أمي يسن وأولي ماري واحد يتحاي إنا نقومها اليوم أبال أكوي أي يقول لي جعفر سعد رئيس 2019 حجكي وقول جنبي أنا يا هوية ذي وحجك الجوبنا وكل مني وحالك وأدقي هاي وفرح إيو أم وماشي بقول لها إلهي أنا كيس جعفر إني كرونا إله دو تالي فيصل عربي أي أنا وصف إلهي كسكو جعفر فيصل ما تزعم بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا مرت الشرفت لي لما وريا شكل الدول يوتيوبر لا كاميرا ما لا ما لك الدول عيارتوني هري قوة ضمبة قبلها قروح لبلن هو يويكا فنانين تاني لما أنتي له وهذا يقول سلام يا سلام إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله. طلبات عاو برنامج كان وسولوين وحن سولوين لا ولال كان محمد أبوكر جعفر مغيسا كوين جعفر لابد يكون أي مغيس بقلي إلا ما تروى تاجر سنة مركا وحن لين هاي جعفر مجالدا كسولو ومجالدا هذه اللبات وجرجا اللبات ووجد سومالوين سيدا يقولين هين فمل معها جروب معها حزب معها وصومالوي شنطة صومالي وكسولويس هذا وحان هذا يا دين عهوينك باشو حالي روا 4.5 هذيك اللي تقال هذا عايب وحان كسولوين مكروفنك قدوميها جالية صومالية دي انجريزك قالي برلولا وريا مريم قولة هذا هذا ومهات سنتاي مركو قوها الرئيسي صومالي هذا الكينا ما مقلا سوماليا هن على تو سوماليا هم يداودو عدوك سوماليا تهجبو أذكر النور هذا. بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكو هذا اليوم قدومي هالجالية السوماليا دل كان بريطن أما يوكي وحن ذوك السلام يا مظن يا لي مروين سلام تسلام كاي السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وعكرا عاو الربا إن أنسود ويو جسيك برتاح بارود قرحديو قمع وبريرو مدانية جعفر أهلا وسهلا ولكم تو يو كي رنتي رنتي أنا أكو هذا اللي مر لبعض مقعد جاليد الصومالي ذي يو كي عاو قابتن كسوغن مدانة قدومية وحن كلنا هاي وحتى هاي جسي وحتى هاي هل يي صوماليات أنا قدومية كلي كومات المامو رنتي دلك وحو كجرا حالة كعضانة
إلا درر كارج جحسنا دتك نفي إنه للديد كه قيبتي عاد كقادتي سدا عاد سدا عاد س سدا عاد سدا عاد معناها دور كارج عاد كقادتي رنتي هي سدا عاد كين توجيفتي سدا عاد حلبان قلها الشعب يقع آدم بالكلي أن تقتل كعاد كوه جامين مقع الصوملا وكوك عاد كوه الجشي مركو بعدي مرلا بعدي مرستد حد عن كله thank you so much رنتي وحن عاور ربا إن أنا أم هاد عليا بعشان جوجش عاور في ذي سي رنتي قبلها مجاهدين تاع أي ولش مجاهدين تاع أي نجوع سومن بعشان وبعلها الصومالية دوي كتل ما منتهي وبعلها قدريرة وبعل جرش درله وبعل رنتي كسر فودي الصومالي نمو بعشان وبعل عدالة ذي أنا يوم ما دام أنا يقول مادام أنا هاي قدامي جاليد الصوماليات قفكم مكتنا واكدي ما مرقاتين وكفر وكفرة بعش أنا وبعش الصومالية هجاميها وقول أيستر لله بعش عوج بعش بكتي وحني الله هاي شرف الذين كرام الذين رنتين وحواي قرحة دي صباح لنا صعب الله ما بيجا بعش أنا وحليه وبعل برتمها بركي وكنت على قول أيستر لله وحكرا نصا نقنا يا مدحد الميز كفديسا كل جنب وحن الله السلام قبيضة إذا سلامي وحن كلا سلام يا تيفي إذا عالمي قام يمشي وذا تاجن وحن سلام يا فنانين تن هذي جار وتاجن وحقبت كده ولدة قد جي وحن إذا الله هاي قاسة جميلة دعاء وحن الله هاي مريم قولي من قبلها قاس كي النظيف ضد كده مش عاود جاقة قول أيستا وحن الله هاي صومالي هم دودو صومالي هقول أيستو أهلا وسهلا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا وحن ير يا جيجا أنت جيجو هذا الكسوق بهذا الير يهول بدن لما أنت وايد وذا السلام يا جعفر ويد واكو سلام يا أنا أقول لك جيجا أنت وايد ذا وحن لا يهاي صومالي ويكو وذا برتاي وحن لقوكو برتاي مالنتي مالنتي لو قرمضي إن بارلمان كالفورو مدحوينها ما أنت تاغن إيو الدولة ما أنت أينو هاي سنو هدي هذا ناديق جيرين وحيهان الله هيد إنه الدولة نمدين قدال ونعضو مركب وحيالها أمد الصومالية بيش هذا ماها إنت فرنسو ومقع عاقي بيكو صبحين صومالي نماذا هذه بيكو صبحين وحن كولا دردار ميا ويلغا إن هذا صومالي كوينان وحن كولا دردار ميا قرن كصومالي إيدي إنا أشقيست وما تنتهين جيجو أن حدنا ذاتكم حظم لسانة يرى عاجسين عاجس كان كقاضينا Thank you.
الحمد لله رب العالمين ما هذا إلهي بأسقناتي عاو حفلة آد إي آد وقيمة بضن واللغو دقائي ودن كإنجريز كمقالة لندن حفلة دا سوحان قصو دوينينا حلدبانك جنرالك قدوميها قيسك محمد أبوكر جعفر وحان قلنا حلدبان ويلكم تو لندن waxa ku jooga saxaabtaadi saaxiibadaadi macriifadaadi dad badan oo aadan ka filayna ad ku aragtaan qiyaasaya magaalada soo dhawaa waan ku leeyna markale iyo markale iyo markale ee umada Soomaaliyeed ee halkan caawa ka soo qayb gashay idinkana aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama aad ka qayb qaadateen soo dhaweynta xildhibaanka caawa halkan aan u fadhino xildhibaan waa ku salaameynaa waa ku soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dawladda aad ka tahay xildhibaankaad u tahay
ee u hana qaaday umada Soomaaliyeed cadawgii dilaaga aha oo dhibay inay u bixinto in ay wax ka qabato in ay la dagaasho waxaad salaan qaaliye naga gaarsiinaysa madaxda qaranka oo u horeey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh salaan qaaliye ra'iisul wasaaraha dhamaan waxaan leenahay nidaamka lagu socdo waa nidaam aad iyo aad laba dilaaba dalka dhameysay waa al shabaab dilaaga kalena waa musuqmaasuq labadina waa la daba taagan yahay ma qiyaasi karna farxadana hadaana shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay dawladdu ha guuleysato dawladdu ha shaqeyso dawladdu ha dhaqaajiso shacabkana waxaa laga doonayaa in ay la shaqeeyaan dawladooda qalbiyadooda gacmahooda aragtidooda ay dhamaan u furaan dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha guuleysato caadabka Soomaaliyeedna ilaahay waaxidka ah ha naga qabto xildhibaan waa kaaga mahadcelinayna taariikhaad leedahay adiga iyo rag kula mid ah oo fara badan ay ugu horeeyaan dadka degan gobolka Hiiraan oo bilaabay cadawga tusiyay inay iska kiciyaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay war waa la celin karaa celiya Hiiraan ay ka bilaabatay iska celiya waa la iska celin karaa adna aad ku raacdo tahay qofkii labaad ee yiri iska celiya waa la celin karaa kuwa saddexaad iyo kuwa afaraad iyo kuwa shanaad iyo dhammaan galmudug iyo gobol kasto oo lagu xureeyana waxaan leenahay dhaqaajiya iska saara cadawga dilaaga ah ee ummadda Soomaaliyeed dhameey waa musuqmaasuq iyo al-shabaab nabad iyo nolol diidka marka waxaan leenahay guuleysta aad iyo aadad u mahadsantiin madaxda halkan fadhiiso xildhibaano sare uu ujeedno guddoomiyaheenni hore oo asagana xildhibaan kale ah xildhibaanada aawo cabdiraxmaan macalin xildhibaankeenna isboortiga dadka joogo guddoomiyaha qaali beerlulo dhammaantiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah fanaaniinta kama tegin fanaaniinta qaaligaa kama tegin guddiga qabanqaabada kama tegin isboortiyada kama tegin dhammaantiin 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 waxaan idin leenahay soo dhawaada gacmood wax ku qaban karaan an isweeshane walaalaya an wada jirne walaalaya an isweeshane walaalaya an wada jirne walaalaya guuleystay
مدن حلبان مدن قدومية مدن وزير مستر امباسدر رمان أصحاب تقيمة يقايا بدل بعض سبورتسكا فنانين تا جاليدا قبلها لنرى رمان تو عمكو السلام يا استعام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوال بابا قفل بابا مقام كيسا يميشو سانتي كلي يا ياكا كسلامي بعد السلام وحاشر فيها إنان صاحب كي حلبان محمد أبوكر علي جعفر أن كرسو غيب قلعا و عفلة دانسو دوين تاي رونانتي جعفر أنا وحاو قوتا قدين نيلة een degmada dayniile qofkii soo arka intii uu xilka hayay saaxiibkay jaafar een maanta kumuu safar aan uu xilbaan noqdo wuxuu dhihi lahaa lagu daydo Soomaali oo dhan gudoomiyashooda iyo golayaashooda degmooyinka wax qabadkii aad qabatay dayniile ha soo arkaan raanti dayniile meesha kaliya gobolka Banaadir inta barnaanka looga baxo dalxiiska loo tago waxaan arintaa uga mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdow Tarabi xilibaan doono hore oo caawana aan sharaf ahaan halkan kula kulmay oo dayniilay geeyay inta aan joogay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa arintaas mudane Cabdow waxaan rabaa gudoomiyaha mudane xilibaanka inoo uga mahadceliyo wuxuu qayb ka ahaa barnaamijkii wajiga koowaad ee la dagaalanka argagixisada waxaan rajo ka qabaa ilaahay nooga baryaa inuu fududeeyo mas'uuliyadda hadda uu hayo wajiga labaad ee la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amniga qaranka iyo dalka oo dhan inaan ma aragtay ilaahay uu cibriya caafimaad ku gaarsiiyo mid kale xilka uu hadda noo hayo ayaa ka culus kana miisaan weyn marka loo fiirsho marxaladda dalkeena Soomaaliya saddex generation saddex sano ayaanu lulnay in loo shaqeeyo marka generationka soo socda waxay ku xiran tahay xildhibaanada uu Jacfar nigala joogo in ilaahay uu fududeeyay dalkaani xasilooni loogu helo lahaa nidaamkiisa shuruucdiisana ay u noqon lahaa kuwo taabagala si mustaqbalka fog iyo midka dhowa looga faa'iidaysto mudane xilibaan gudoomiye hore sharaf bay tahay inaan caawa kala soo qayb galo waana kaaga mahad celinayaa inaan noo timid thank you very much aad iyo waqtiga noogu beeqaamisay haddana waxaan u yeerayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin xildhibaan kusoo dhawow xildhibaan Cabdiraxmaan barasho wanaagsan waa ninka ugu romantisan UK buuqaha la yareey buuqaha la yareey bismillaahi raxmaani raxiim xildhibaan Jacfar mas-uuliyiinta kale ee fadhiya banalka ee dadka kale ee Soomaaliyeed halkan fadhiya mansab kasta oo ay ku fadhiyaan waxaan ku salaamay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan ka xumahay dadka mis dhageysanayaan qof meel loo kireeyay cunto la siiyey haddana u dhageysanayna dhibaato waaye waxaan codsanayaa dad kale dhageysto halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa mudane xildhibaan Jacfar oo runtii abaal badan ku leh shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho laba arrin dartood arrinta koowaad oo ah inuu la dagaalay qori qaatay go'aan ku gaaray inuu naftiisa u dhinto inuu la dagaalo dictatorship ama kalitalisnimo la rabay
إن لو مقوني سوماليا أي قرية قاتي كنا تعلمي. سو كله هلبان جعفر عكش قيي حافظها أوكها قدوميها دقموينكا مقال مقدشو إنه حليه دباتوينكي فرحة بدنا أي شعب كله كل من لو ذا صار هندرتود أي عددك مقال مقدشو وحي أبحيان مسؤول معقولة رنتي وسود وينيا هذا نسود وينيا وعليها جعفر هوريوسع مقع إي مسيم على بحان مقع في عنا حمر كويلو جاليد يوكي كويلو هذه يوم مصطفى عبد الرحمن حدنا وحنا كسود وينا وقت جو آدي يا عرير النوا وسير كحجان كورفا فينتا وسير كحجان وسير كحجان كورفا فينتا على وبركاته حلبانكا دمان مسؤولين تا إيه كسوق قرياش يعني قرن ماموس كودي مقام كودو سكر دقيين بعد فرانين تا ورباهين تا يا دمان ما تشرف ككلن كان سوق سنتي ما هاد جود يعني أعلن يا هذا اللي نكاجم هاد علنا سيد قروح ضبطان إذا كي لندن وقوم ناين عدوك أنتين عاوي حلوان جعفر حلوان جعفر ميزان كولي هاي أيه كتوسة إسرائيل ولا كلا ركتي دوي هاي أنا عاوي هل كانوا إيماني أنا أتا جنا يسود وين تيسا وصاحب وولال كلي حلوان يقدومي هرم ما هني وقفكي مضنا إن أنا هل كان أسوء استعنا دمانتين قام فرن يقلب سوبنا كسود وينو حلوان جعفر وهردع ويا هاي أما كل ما دي وكل تشنا يدي بحرين تا أما تقال كل كل جري قوارج تا أيون نقص مري يربو أيدين لو وصو ذا مري وبال كل كان كلية ما هني قف والبطلاء يوحى وكبيرين كرو هو يوها بينو حلبان كل جرب يستعان كعد سنة سجود حلبان السود وكود عيننا إلى يا كل جرب قالوا تقال كنا وكل جرنا سياسة حجز بين نوتا الله garab kaagaana taaganahay allah ku guuleeyo soo dhawow xilwaan mar labaad iyo mar saddexaad london ku soo dhawow waana maasantiin aad iyo aad ma san tahay wasiirkeena hadana waxaan ku xijinayaa ambassador abdul umar rahmaan rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in marka hore assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh سيدي ياسين بولشين أن أدو قيلي وأنا هذا مرلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحانو ملين يا حقا دادكو إني زالين أو اسمغلكي أو أدو يراضي وحان كلي ولينا وحان أودي من اللبانكي أنا كسر دوينين إنو هالله مركز سيدا درتيد ويفعنان لهيد إلا اسمغلو أو الله يسرقشتو انت أكدك ولا ليال وحن آد وهم هذا علمي يا مركوره عفلا ده نروح ده بدنه قيمة بدنه قبله يويرشى كسر شقيه إسوا أجسمي إن جل نوع سمي وقولا تلا جل إن يبصر دويان اللبان كقرنك أدي أدب وهم هذا علمي أنت كذب وحن لا يا أي اللبان جعفر بصر دو مقالة لندن أنا جد مقالة نواتنا dan xamar kula joognay halkan u baan ka soo baxnay bayskeenu waa halkan waxaan ku leenahay soo dhawow ee inta ka dib walaalayaal waa laga wada hadlay xildhibaan jacfar waxa uu socdaalkiisu ku saabsan yahay oo ah la dagaalanka argagixisada runtii waxaanu leenahay kulligeen hal wadan oo Soomaali leedahay leenahay Soomaaliya hadaysan dowlad iyo kala dambeyn iyo nidaam aysan helin dalna heli mayno deegaanna heli mayno waligeena qaxootiyan aanayna sidaa darteed marka walaalayaal waa in loo wada istaagaa dalka sidii loo xoreyn lahaa marka koowaad marka labaadna waa in dowladda la garab istaagaa maxay yeelay dowlad la'aan inaysan nolol ahayn waan wada ognahay kulligeen waanu ka dharagsanahay maxay yeelay waa waxa halkana keenay oo dalkeena naga soo qaxiyay marka waxaan u baahanahay midnimo waxaan u baahanahay Soomaalinimo dowladana runtii waxaan adiga intaas aan idin farayaa innagana waxaan isfarayna ka dowlad ahaan in cid allaale
عندي كوكو ليستو أما هو استأجته لدجالن كأرجع عصدا لا أبال مريو يعني هلك لقى قابل ورجينا هنا سيد علي جيت اللغة قابل إن هلك لقى قابل الله بدقيقة كده في إن مدام عاوة آدي أدلوا ده فرح سيني هاي برتقال كنا حاجة عدد كأن سكوا ده تحيا عني رالي كنقطة مدام إن بدي كمدة هاي أدنى مهمة هاي رالي نحن نقطعنا ورالي وقت اللغة هاي إن أدنى نقطة ما سنتي هدنا تسكت به وحنلنا هاي حديبان كنا حديبان محمد أبو كرجع فر علي سودو Welcome to London وحتى هذه قرن وحتى هاي أبيه نبضة إيه دولة عاوة أو كهيرون أم أكوريون نيك نوع عريي وعديك نيك بارلبان كده حسابه وعديك جعفر بوليسو قرب كايا تاقلنا هاي أنا أكو هاليا قرن كصوماليا أو بدها يوكي حمبارسان وحن قلنا هاي سودوو سودوو عديك إيه سياسيين تقول أفضل الله وضياشا فنالين تا ميديها قبليه حفظت سواء بابولي أدي أبقي أنه هو دمه لقلنا Somalia, the Rabat, the Hanukum, Rafi, Yusso, the Pelin, Wahalaya, and Mudova, Somalia, the Mud, Hana, Walala, Skudina, Skotana, the Vialet, Messing, the Wanana, Putu, Horena, Kapan, or Somalima, and Pushakana, Ayani Kastanaya. Much of the Halko Mira, or that called the Sotoki Lavasar, or the Gatitu, Hadila Paratarina, Africa, and the Arab League. ودكم هو وقت كنير الكتير ديال هو الصومالية وحقو حكة إريتريا موزمبيق السودان غير كل واحد يقول تقال ما يقدير عدونا يعيننا القرآن لكن الله محمد قال لنا ما نقال مرجع واحد ربع سبتمبر يود الجد يبنيهم إلى الرت مادن دورة حتى جتنا الرت عيرو ودرات بيودان وحيلات على سام مصدر وحيلات على الشباب هذه أنا مر والبلا معارضة مدحوني هي ماذا ماشي أجرنا ما دافينه مركز تاجر بحده وإلا سياق دولته وهو جامي مدحوي حصل الشغل محمود صومالي هنوراتو صومالي همودودو صومالي حسر عدو وحنقصده وين يا حليبان محمد أبوك علي جعفر حليبان هذا هو لما أتورتوا سلامتين وسيركا يحلوا النضا يمبستر هذا يمرتسرفتا أضياش الرقنكا جرتدا لليردا قبلها بس حافظة فنانين تا لما أنتي محمد سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم هالعلم يا سودوين تا أودي رن أو أدنوس ميسان هداتهين رير إنجليز كا أما إنكارهان رير لندن وكم سنتين سودوين تينا يصير شرف تبدان لا يصير دولقات كبدان لا أو أتسميسين أدين كهوله هنا يك لقي يابو الملك على فوقنا كت مادن سودوين تينا وأنت كم هذا علينا الوحن كله أنت صار عسينا يا ودن كمر كان واحد كجوار بحيو هردت كي ودن ك واحد مبدأ إنك سوى تكن أنت وحقلك هذا أي دبده سوقي مادن لكن هذا لو حد رجينينا إلا تكسر لابتين ذلك ما دام هذا تزال بدن يو أبنجي يو لقى شقينا يو يو شباب كي أو ودك لقى بحنا دول النمذ يو وضف في عنك سعطة هذه كلام تركينا وحال إدري جينا سيد هذا بيحكوا رأي وحاين أيضا كف يعني أو ودك برواقية هاي أو النمذ هاي إلا تكسر لابتين تين تزال كاسنة سيد هذا وصعده وأسير لبجبار دون هدي الله إنه شرفت أكو جوكتين ذل كان متكفي عن حرجين أنا أكو جوكتين ما دام أوصل ذل كين أهين ودري مكره واحد بدن أي أسكال غلطان واحد بدن هو صحيح لكن هو لقوم يلقاري سانسلايا وحرجين نامركه أنا تذل كين هذا لبجبارتين أذن كنا دول ده أتقرب استاكتين ضد كي ذل كجرة أو أذوق صوتكتين أو ولا ليه نهاينة كل سيدات قعنت أقول هاي جرتان أقول هاي دونتين وأقولنا هاي دلال بدن يودتك هذا هل كان جوا واحد بدن إنك قبطان وضنك سياوة كلا دوان إن أقول حرينهين ذلك أقول ورقبان أقول ركت هاجيان مركا إن شاء الله أن نقول إن دلالك هذا صعدة
argixisan loogu daran hadda waxa ugu badan oo ka jira dalka ayagana waxaan rajaynaynaa in waqti dhow aad timaadin ayadoo meesha laga saaray oo amniga oo 100% yahay oo aad sida inta aad ku joogtin si ka amni badan oo dadkiina iyo dalkiina iyo dhulkiina ah kana qurux badan inaad timaadin mark dadaalkiini iyo inaad laba jibaartiin oo niyadana si fiican ugu qabatiin aan rajaynaynaa dadkii iyo dalkii idin ka dambeeyey aniguna fariimihiina waa gaarsiin doonaa de inta hadda aan soo marana kulli sidaan iyo sii la mid ah ayay maaragtay noo soo wada dhameeyeen soomaalinimo le jaaliyadaha iyagoo kala duwan haddana jaaliyada kasta ay lahayd guddoomiye soomaaliyeed oo soomaalida waddankaas joogto o dhan ay lahaayeen hal guddoomiye fikir kala duwanaasha waa iska jiri karaa laakiin waxaan rajaynaynaa inaad baal isu soo dhowaatiin waxaa kale hadda inta aad ku joogtiin ingiriiska oo kale markii wadamada kaleba la iska dhaaf khilaafyo badan waa iska jiri karaan intiinaas marka halkaas jooga daas khilaafsan tihiin soomaaliya oo dhan meesha joogtana khilaafku waa u badan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa adigkuna inaad heshiisiin ood hal fara noqotiin dowladdii inaad garab istaagtiin waddankiina isfahan iyo nabad ooy ka dhacdo waddadeedina hadda waa ku soconaa dowladdana garab istaaga kala hadal iyo khilaaf uusan jirin middaasaan anagu ku dardaarmi lahaa jaalida soomaaliyeed ee roog ukraine dhammaantooda oo mahadcelinaa dhallinyaro badan oo waxaa jirta aan aqaano da raggii waddankii shabaabka ka bixi lahay ama wax ka qaba lahayba dibadday soo wada aadeen markay dhallinyaradoo dhanba waxaan ku arkaaba inta aan maray mid kasto iyo wadda kastoo tagan waxay iskaga mid ahaayeen inay ayaga wax iska sheegaan oo aad ay u acayaan dalkan ay joogaan iyo shaqada looga shaqeeyo o dhanba mid kasta itukooda uu ku leeyahay hebel meeshaa loo ka shaqeyn jiray nin jaakadiisa wato mas-uuliyiinta waddanka joogta ka mid ah ay ku leeyahay baskaanuu wadi jiray qashinkaanuu qaadi jiray waa isku maqan tihiin gebgeen marka anaga laftirkeen waxaan ognaa rag badanoo markii xamar noogu yimaadaan xarag in laga soo daado malayso wax walba qas inta kubood inta ku dhac raggii markaanu mid edabta oo yaabeeba nin walba intaa istaago inta laba istaago inta laba edabta ay leeyihiin lagama sheekayn karo marka waxaan rajaynaya edabta inta aad ku leedihiin inaad dalkii la timaadiin ha ka soo tagan edabta sidaa sharaga u ilaalinaysiin hadde intaani inta ka badan oo joogta haddii ay la timaado waxa ay barteen iyo nidaamka waxaanba islaab waa toosi karaanba dadkii jooga waddanka marka adinkoo qaldan haddaan noo timaadiin annagana ewel aan qalad ku dhex jirnay waa qalad qalad lagu daray marka waxa aan idinka faa'iidna anaga laftirkeennu la imaada maskax iyo waxaad soo barateen oo ugu horeeyo sharciga sida hadda aad u raacsantihiin waddan kastoo tegey baabuurka xataa meel laga maqaldi kara nin walba baahinka uu istaagaa hal saaca la tagnaa haddii la rabo yaa xagga markeeda baabuur isii cawda aan watee waxuu imaha asoo intuu kusoo dhuftay asoo qolo la soo dagaalay edabtu ma jirto marka waxaa leenaha waa mahadsan tihiin dhammaantiin waana idinku soo laaban doonaa insha allahu inta aan soo arkana waa soo ballannay siyaabo gaar ah iyo si guud ballantaasna waxa ay ifareen inaan gaarsiiyo dowladda ogana warbixiyo waxaana ka qabanaan rajaynaynaa insha allahu oo waddankiinnii aad aad ku jeceshiin oo idinka muuqata asigoo nabad ah in aad ku soo laabatiin waana mahadsantihiin gaar ahaan gabdhaha
aadka u dadaalka badan la rag qaar ah waxay ii sheegeen anaga markaan dhulkaan joogno gabdhaha loogu kartay badan sideedaba wara gartiina raga waa shakaysanaa shakin badan u hayaa laakiin waxyaabaha qaladka ma sheegi doona waa qarsan doonaa waxa lay sheegay marka waa maasantii dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhowe soo dhowe.